الله وبركاته من المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة والفنون والآثار مملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكمة. معنا في هذا اللقاء نرحب بالكاتب والناقد كاظم شلش المحترم، حياكم الله أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ مرتضى عبد عزيزي، أهلا وسهلا، للشرف العظيم أن ألتقي حضرة جنابك، أهلا وسهلا بك، يا أهلا مرحب. سؤالنا الأول، كيف كانت ردة فعلك للدعوة المقدمة من قبل وزارة الثقافة والفنون والآثار أرض الحكمة؟ والله أستاذ مرتضى لا أخفيك سرا، لم يكن عندي ذلك الاندهاش بسبب أنني كنت أدعو لكثير من المهرجانات، منها في لبنان وموريتانيا وبعض الدول الأخرى يعني، فما كان ذاك الاندهاش. لكن كيف كان الاندهاش؟ الاندهاش عندما بدأ العمل ورأيت الوزيرة بنفسها الدكتورة جلنار سهام بن شعبان تتحرك كلبوة بين الأخوة الأعضاء، تعطي الإرشادات، تعطي النصائح، وكذلك أنه اسم كبير وزارة الثقافة والفنون والآثار، لذلك هنا أصبح الاندهاش. أنت تتعامل مع قامة وقيمة كبيرة، وزيرة يعني بهذا المستوى يعني، وكذلك يعني الأخ النائب كارلوس، وهكذا هنا أصبح الاندهاش. نحن كنا نتعامل مع شخص يعني شاعر ناقد، يعني شخص قد نعتبرها بسيطة ولكن ليس بهذا المستوى وبهذه العلوية، فمن هذا الباب أصبح لدي اندهاش بأنه هنالك فعلا من يحترم عمله، فلذلك أعطت عندي على أقل تقدير الدكتورة جولينار. سؤالنا الثاني، ما هو انطباعك عن المهرجان وما هي الآلية التي تم العمل والتنسيق عليه لهذا المهرجان؟ طبعا أشكرك أنا على هذا السؤال أخ مرتضى. أكيد أنه انطباعي عن المهرجان وعدد الآليات فيه يعني حقيقة مدهش، لأنه مجلة وإذاعة وجريدة وإعلام مبهر، وخذ صدى إعلامي واسع في بعض الدول الأخرى، وتأتيني الرسائل. كنت قد كتبت مقالة بسيطة يعني. سؤالنا الثالث، كيف تم العمل على فرز القصائد وهي من عدة بحور من الشعر، وما هي الآلية التي تم الاعتماد عليها؟ أمن السؤال، كم بلغ عدد قصائد؟ أعتقد شرفة القصائد التي أتتنا من الوزارة، وهي بالطبع كما معمول في المسابقات تأتي القصيدة إلينا بدون اسم الشاعر، لأنه تعرف الناقد والذي لديه عمل في هذا المجال يعرف الكثير من الشعراء، حتى لا تدخل المحاباة والأخوانيات ومشاكل ذلك، فتأتي بدون اسم، أنت أمام نص تنظر له في الجوف، في قعر القصيدة، في المعنى، في لب المعنى، ماذا فيه من إيقاع، ماذا فيها من موسيقى، من هذا الباب. وأعتقد أنه النصوص التي وصلت إلينا هي بحدود 55 شاعر، يعني 55 قصيدة إلى 60 هكذا، أما النصوص الأخرى هي من اختصاص الوزارة، وتلك أعتقد يوجد فيها أخطاء في العنوان، أو لم يضع الشاعر صورة، أو
وما شاكل ذلك، الذي وصل إلينا بحدود 55 إلى 60 قصيدة، يعني تقريبا بالمنتصف العمودي أخذ تقريبا 25 قصيدة و30 قصيدة للنثر. كلمة توجهها إلى القائمين على هذا المهرجان الإلكتروني عن بعد. حقيقة كل القائمين على هذا المهرجان الدولي العالمي هم في صورة مثالية حقيقة، وعلى رأسهم معالي الوزيرة الدكتورة جلنار سهام بن شعبان، وكانت راقية جدا. في الختام، ماذا تتمنى للمملكة ككل ولوزارة الثقافة والفنون والآثار تحت رعاية الوزيرة جلنار سهام بن شعبان ومتابعة الأستاذ كارلوس غانم المحترمين، ماذا تتمنى لهذه المملكة؟ أتمنى على كل وزير في كل دولة أن يحذو حذو هذه الإمرأة المثقفة البارعة التي تحترم عملها بجد وإخلاص. أما الأخوان الآخرين، النائب المساعد للدكتورة كارلوس، فجهودي مشكورة. الأخوان القائمين خلف الكواليس، أنت أستاذ مرتضى وكل الجنود خلف الكاميرا، هم محط احترام وتقدير وود. أستاذنا الغالي أستاذ كاظم شلش، شكرا لك لإتاحة هذه الفرصة لنا لعمل هذا اللقاء معك، وإن شاء الله يكون لقاءنا في مرات قادمة بإذن الله تعالى. نتمنى لك حياة سعيدة وهانئة بإذن الله. شكرا لك مرتضى شنبري.